أمام البوسني الآن. البوسني في كرة ثابتة في الوقت الأخير، بيانتش بيلعب للكرة، في ضرب الشمس أشعلت روما، حارقة يا نابولين، حارقة يا نابولين. بيانتش يعوضهم عن خروج الملك في حضور الملك دييغو مارادونا. البوسني يتأهل إلى كأس العالم ويؤهلهم الآن إلى التقدم في هذا الدربي بكرة ثابتة في التسعين، في التسعين. الله يا روما، الله يا بيانتش، الله على كرة ثابتة حركت كل شيء. هي ثابتة لكنها حركت كل شيء، كل شيء في الأولمبيكو، كل شيء في العاصمة روما. الله على بيانتش، على البوسني، يقدم كرة، يقدم قبلة، يقدم أحلى عن هذا الدربي وعن هذه المباراة. الكرة بتتحول الآن باتجاه فلورنسي، في لعبة كرة عرضية سقوط، هل هي ركلة جزاء؟ ركلة جزاء وسقط، وكرت أحمر الآن، كرت أحمر الآن. عليك منتظرا هدفا آخرا لروما. شوف العرضية، شوف الاشتراك، شوف الهفوة الدفاعية من كنافارو. الحكم قريب لا يتردد، انذار ثاني من كرة ثابتة. نشاهد ونتابع الآن بيانيتش وبيبرينا. بيانيتش بيلعب للكرة، الله، إن لم تكن ذهبا لا تذهب إلى روما، لا تذهب إلى روما. من يسجل من الكرة الثابتة من الأولى أن يسجل من ركلة الجزاء. ليلة البوسني بيانيتش، ليلة البوسني بيانيتش في درب الشمس. رافا بنديز يتأخر مع نابولي في الوقت الذي فيه لا يعرف روما إلا التقدم. الله يا بيانيتش، الله على البوسني، الله على روما، الله على الثياب. اثنين روما، نابولي لا شيء. بيبرينا لم ينجح كما فعلها أمام بالوتيلي. البوسني أكثر سعادة.